واجهة بصيفة ومتنبي ووسرة واجهة ابني لاستقرار حصن وهبت له رفضا بشرت الثقة وصدقنا. ران مرحب بكم كاملين، وتعرفوا اللي جامعنا هنا تياها الليلة هي زيارة فخامة الرئيس اللي لا هي أديها الصبح لولايتنا، وهي هذه الولاية تعرف عنها مهمة عنده حتى وعدل لها ياسر من الروايات من الناحية الاقتصادية ومن جميع النواحي الأخرى. ولينا قبل تقريبا أخبار الماء اللي تعنيني أنا كوزير المياه اللي يعدل في الولاية، تبارك الله ما رواية مهمة. لينا قبل القوارب، تقريبا القوارب كانت عندها مشاكل كبيرة في الماء، كان ماها خاسر دائما ومتلوث ولا الكمية ملي ما يكافي. أركاتيها عاد عندها الملك الياسر وملي حالته كاملة زينة، وهي ابتداء من الصبح إن شاء الله ولا يتعود عندها تقريبا 10,000 متر مكعب لليوم، وهي كافيتها تقريبا 6، يعني عندها يعود عندها فايض 4 تقريبا قد النص فايض بالنسبة لدشرة الجوار. والمقاطعات الأخرى كلهم اللي يعدل فيها مجهود لا بأس به في ميدان المياه والصرف الصحي، ودور إن شاء الله في خطاب الصبح نقول أكثر من ذا اللي قلت لكم أركاتياها وأشكركم، وراني مهنئكم على مجيكم هذا وراجي لكم إن شاء الله ليلة سعيدة. أنا اخترت نعبر لكم باسمي باسم الوفد اللي معايا، اللي فيه جماعة كانت هون من أمس وجماعة جات معنا اليوم. بسرورنا وشكرنا على هاي الحفاوة اللي تلقاونا بها التراجة وصيفة عامة وساعد جينا للولاية قريت تلقاونا بها أيضا مقاطعة كوتيميت بصفة خاصة. احنا جينا كيفكم في هاي المناسبة اللي مناسبة طيبة دي زيارة فخامة الرئيس باش نشارك معاكم الحفاوة باستقباله، واللي شفنا تبارك الله بالحضور وشفنا بهاي الوجه الطيبة وعلنا الترازة كاملين كانوا تبارك الله جاهزين لاستقبال فخامة الرئيس، وانه البوتيليميت بهذا الحفل وهذا الحشد الكبير انهم اعلى الجاهزية. اختيار نعبر لكم باسمي وباسم الوفد عن شكرنا على هذا الحفاوة، وعلنا ان شاء الله معولين عليهم متأكدين عن الصبح ان شاء الله يدور خصص فخامة الرئيس استقبال اللي يليق بفخامته، استقبال اللي يقدر يقابل العناية اللي عاطي لهذه الولاية، يقابل الإنجازات الكبيرة اللي عدل اللي مكنت من إعلان برنامج ونفذ بطريقة تامة إلى الأرض، واللي أيضا في أفق مأمورية جديدة ولافتاتكم اللي رافعين دعمكم له، لأن إن شاء الله الاستقبال أيضا فيه رسالة وقوف الترازة الصبح مع فخامة الرئيس في المأمورية الثانية. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.